عايز احيي وليد سليمان اكبر لعيبه النادي الاهلي سنا، اخر مباراه لي في الدوري لكن نزل عمل روح في الفرقه، ودي تحيه لكابتن النادي الاهلي. اتغلبوا النهارده بس وليد سليمان كان عامل روح غير عاديه لفرقه في الكاس المباراه في الايه في الكاس في الكاس في الكاس يعني لا وهو الولد لما نزل الشوط كان رائع. وحاجه جميله كمان ان يتحسب ان موسم 2021 الزمالك خد الدوري وخد الكاس في بطوله، اه طبعا ملعوبه، لكن هتحسب ان الزمالك خد في 2021 خد الدوري وجمع البطولتين مع بعض، ودي انجازات مهمه. اعتقد فرحه الزملكاويه النهارده مفيش اجمل منها، من حقهم يفرحوا ويفتخروا بفرقتهم رغم الظروف القاسية، رغم الظروف الصعبة، رغم ان مفيش قيد، رغم ان مفيش اي حاجة، لكن الساحر الناظر فريرة عمل توليفة، عمل فرقة، عمل سحر في الفرقة، قدر النهاردة بصراحة يفرح كل الزملكاوية. وهارد لك طبعا لاخواتنا وحبايبنا الاهلاوية، لكن هي دي الكورة، يوم ليك ويوم عليك.